سؤال رقم 9 بيقول لي في سياق دراستك لللوكال اريا نتورك بانواعها المختلفه سواء وايرد لان سلكيه او وايرلس لان اللي هي اللاسلكيه، عرف لي اربع فروق ما بين الوايرد لان والوايرلس لان. اول حاجه، في حاله الوايرد لان او الشبكه السلكيه، علشان جهاز الكمبيوتر يستقبل بيانات لازم يكون متوصل فعليا بالشبكه. يعني لو انا عندي سويتش، يبقى المفروض ان الكمبيوتر الخاص بيا متوصل بالسويتش اللي بيربط ما بين اجهزه الكمبيوتر عن طريق كيبل. يبقى اذا in order to receive the data signal في حاله الوايرد نتورك، الديفايس has to be physically connected، لازم يكون متصل بالنتورك. اما في حاله الوايرلس لوكال اريا نتورك، فيكفي ان انا اكون في حدود المنطقه اللي بتبث فيها الاكسس بوينت. على سبيل المثال، لو الاكسس بوينت بتبث في نطاق 100 متر، يبقى انا ممكن اكون في خلال ال 100 متر دول عشان استقبل الاشاره. في حاله الوايرلس لوكال اريا نتورك، فان الاشارات بتاعتها بتكون معرضه اكتر للانترفيرنس او التداخل من اشارات الراديو سيجنال الاخرى، وبالتالي فهي معرضه اكتر لحدوث ايرور. علشان كده نلاقي كواليتي الخاصه بالوايرلس لان اقل بكتير منها في حاله الوايرد لان. ليه؟ لانه مثلا في حاله الواي فاي، المفروض ان انا بستخدم الفريكوانسي رينج اللي هو 2.4 جيجا هرتز لغايه 2.4835 جيجا هرتز. الفريكوانسي رينج ده هو نفس المستخدم مع التليفون اللاسلكي ومع اجهزه المايكروويف. احيانا تشغيل الاجهزه دي مع بعضها في نفس الوقت بيؤدي لوجود تداخل او انترفيرنس ما بين الاشارات وبعضها، وبالتالي ممكن يفصل شبكه الانترنت. احنا عارفين انه الرينج المستخدم لارسال الاشارات الخاصه بالوايرلس لوكال اريا نتورك اللي هو 2.4 جيجا هرتز، ده ممكن يتم استخدامه مع اجهزه تانية. طيب مين اللي بيتحكم في توزيع الترددات ديت للاجهزه اللاسلكيه؟ هيئه الاتصالات او الاي تي يو اللي هي انترناشونال تيلي كوميونيكيشن يونيون على المستوى العالمي. لكن مين اللي بيتحكم في توزيع الاشارات الكهربيه على الاسلاك؟ مفيش حد. يبقى هنا بيقول لي ان الوايرلس ترانسميشن از كنترولد اند ريجوليتد، بيتم التحكم فيه وتنظيمه بواسطه الحكومات والانترناشونال باديز اللي هي الاي تي يو انترناشونال تيلي كوميونيكيشن يونيون. لكن في حاله الوايرد نتورك او الوايرد ترانسميشن، مفيش حد بينظم العمليه دي. في كل النوعين سواء الوايرد نتورك او الوايرلس لوكال اريا نتورك، فيفترض ان قوه الاشاره بتقل وتضعف ويحصل لها اتنيويشن كل ما بنبعد عن الترانسميتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what are the challenges، ايه هي التحديات المشتركه او الشائعه لكل من الوايرد نتورك والوايرلس نتورك في عمليه نقل البيانات خلال الشبكه. اول حاجه conformity with the standard is required، لازم يكون الاجهزه اللي انا بستخدمها علشان انقل البيانات ما بين الديفايسز وبعضها او اوصل ما بين الاجهزه وبعضها، لازم تكون مطابقه للمواصفات القياسيه. يعني مثلا انا ممكن اروح اشتري راوتر سيسكو مع اجهزه لابتوب من شركه سامسونج وطبعه من شركه اتش بي، لازم الاجهزه دي تكون متوافقه مع بعضها وبتطبق نفس المواصفات القياسيه، والا مش هيحصل انتر اوبرابيلتي ما بينها. انتر اوبرابل مقصود بيها قدره الاجهزه على التعامل مع بعضها. النقطه اللي بعدها ادريسنج سيستم، لازم يكون في ادريسنج سيستم علشان يحدد الادرس الخاص بكل من السورس والديستنيشن لارسال البيانات. تخيل سيستم ما فيهوش ادريسز، يعني مين هيبعت لمين؟ ما اعرفش. يبقى اذا الادريسنج سيستم از ريكوايرد تو انشور، عشان يضمن ان الداتا هتوصل للكوركت ديستنيشن. بعد كده في اكسس كنترول ميثود، الاكسس كنترول ميثود هي الطريقه المستخدمه لتنظيم مشاركه الميديم ما بين الاجهزه وبعضها. كنا بنقول انه في حاله
الوايرد لان اللي هي الاي تريبل اي 802.3 كنا بنستخدم السيم سي دي اللي هو كارير سنسر مالتيبل اكسس ويز كوليجن ديتكشن. اما في حاله الوايرلس لان فاحنا بنستخدم الاي تريبل اي 802.11 والبروتوكول بتاعنا هيكون سيم سي اي اللي هو كارير سنس مالتيبل اكسس ويز كوليجن افويدنس. يبقى هنا بيقول لي انه لازم يكون في اكسس كنترول ميثود is required to manage sharing resources ما بين اليوزرز، هي اللي بتنظم عملية مشاركة الموارد ما بين اليوزرز وبعضها. وكمان لازم يكون في طريقة لتقسيم الرسالة اللي موجودة عندي لمجموعة من الأجزاء، طبعا دي اللي بينفذها بروتوكول TCP/IP. يبقى TCP كان بيقطع البيانات اللي موجودة عندي الأجزاء وكان بيسلمها للنصف الآخر ليه اللي هو الIP. الاي بي بيضع العناوين وبيعمل عمليه الراوتينج. النقطه اللي بعد كده الحاجه لتوفير بيت ريت مختلفه علشان ادعم كل اليوزر، يعني انا مثلا السرعه بتاعتي المفروض انها تكون 10 ميل بير سكند، لكن في واحد جهازه ما يقبلش غير 5، لكن في واحد جهازه يقبل 3 وهكذا. يبقى لازم يكون النتورك اللي موجود عندي ليها القدره على دعم الكميات او الكميات المختلفه من الداتا ريت. النقطه اللي بعد كده الحاجه لتحديد كواليتي اوف سيرفيس. الكواليتي اوف سيرفيس هي عباره عن مجموعه من المعايير زي الديلي وحاجه اسمها الجيتر اللي انا بستخدمها علشان احدد مدى جوده الخدمه المتوفره. اخر نقطه الريكفري من الاخطاء لو كانت موجوده، القدره على علاج الأخطاء والمشاكل لو حصلت. سؤالي اللي بعد كده بيقول لي list 5 situations، واللي 5 حالات أو تطبيقات بيكون فيها استخدام الوايرلس لوكال اريا نتورك أكتر فعالية من استخدام الوايرد لان. يبقى سؤالنا اذكر لي 5 مواقف بيكون فيها استخدام الوايرلس لوكال اريا نتورك أفضل من الوايرد لان. أول حاجة أنه عندي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر في البيت عندي، في ناس معاها لابتوب، في ناس معاها آيباد، في ناس معاها موبايلات، كل الناس دي عايزة تدخل الإنترنت. الأجهزة دي بورتابل محمولة، مش هقدر أستخدم معاها كابلات. يبقى هنا دلوقتي أول مثال أن أنا عندي هنا كمبيوتينج ديفايسز أراوند ذا هوم اللي هي موجودة حوالين البيت أو في البيت، أنا ممكن أوصلها باستخدام الوايرلس لان وتكون سريعة جدا. الحاجة التانية لو أنا في مستشفى، المفروض أنه فيه دكاترة وفيه ممرضين وعندي نظام أو عندي قاعدة بيانات خاصة بالمرضى، طيب يا ترى هل هيكون فيه جهاز كمبيوتر في مكان ما مرتبط بقاعدة البيانات دي، ولا الأفضل أن كل ممرض أو كل دكتور يكون معاه زي هاند هيلد ديفايسز أو تابلت أو موبايل ويقدر يدخل على النتورك يستعلم على بيانات المريض؟ يبقى إذا في حالة دي الميديكال ستاف أو اللي هو الطاقم الطبي هيكون مزود بهاند هيلد أو نوتبوك كمبيوترز. ليه؟ عشان يعمل أبديت لقاعدة البيانات اللي بتحتوي على بيانات المرضى. النقطة رقم 3، لو أنا بركب شبكة في بيت والبيت ده أثري، معنى كده ان انا ما اقدرش اعمل حفريات داخل الجدار واركب كابلات، لكن من الافضل والاسهل ان انا اروح اجيب اكسس بوينت ويبقى كل جهاز من الاجهزة اللي موجودة عندي يدخل عن طريق الوايرلس على النتورك او للشبكة. يبقى اذا الانستاليشن اوف ا كوست افكتيف نتورك انفراستراكشر، انفراستراكشر مقصود بيها بنية تحتية او هيكل. يبقى اذا في حالة المباني القديمة اللي فيها بيكون تركيب الكابلات بيكون صعبة ومكلف. رقم 4، لو انا عندي معرض او ميتينج مثلا، فالمفروض ان انا عايز اخلي الاجهزة تتكلم مع بعضها عن طريق الوايرلس مباشرة. يبقى اذا في هنا معارض او في تريد شو، معارض تجارية، المفروض انها بتوفر وصول مؤقت للانترنت. النقطة رقم 5 بيقول لي المحلات والمستودعات المفروض ان احنا ممكن نستخدم فيها الوايرلس، يعني مثلا حضراتكم بتشوفوا في
المولات المفروض إنه في موظفين مسؤوليتهم إن هم يستخدموا أجهزة معينة علشان يعملوا الجرد الخاص بالمنتجات ويعملوا أضيف لقاعدة البيانات. طبعا مش معقول الموظف هيمسك الكمبيوتر ومتوصل بسلك ويروح يلف على المنتجات، لكن لو معاه جهاز والجهاز ده متوصل وايرلس مع قاعدة بيانات يبقى كده كل حاجة سليمة ومميزة. بعد كده رقم 6 بيقول لي لو أنا عندي مجموعة من الأشخاص في مؤتمر أو في لقاء، فالمفروض إن أنا ما أقدرش أوصل ما بينهم عن طريق أسلاك، لكن نقدر نوصل ما بينهم عن طريق الشبكة اللاسلكية.